بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على كل الأنبياء والرسل الكرام. باش نقارب إن شاء الله بقصد إنارة السبيل إلى الغافلين نقارب 3 آيات أو أكثر من سورة النساء، نبدأ من آية 110. يقول مولانا في هذه الآية: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه كي كومي فورفي اون فوت، ومن يعمل كي في ان فورفي سوءا أو يظلم نفسه ولا يلس في دو تور الويمام. شوف القرآن قداش دقيق، لأنه كلام الرحمن اللي هو يضبط كل شيء ولا يغفل عن شيء. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله وبعد طلب أن ربي صلح له حاله، من يقبل توبته. يقول مولانا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، في رأيكم ماذا يحصل؟ مهما كانت الوردة واعترف، وعلى الاعتراف يبطل العقوبة. احنا تو العالم كله في عقوبات شتى، وكل جماعة عندها عقوبة خاصة بسوء أدبها مع الله في كل مكان، الصين، أفريقيا، أمريكا الشمالية وهي كندا، كلكم عندكم خصائص منا خاصة بكم، وربي يعاقبكم على قدر ما جنيتم من معاصي. خاصة انك الجماعة اللي USA وما أدراك، هذوكم عاد في رأس القافلة ومن الصين، هذوكم اضطروا ياسر في ما عندهم من الاعتراف بالله، والله خالق والله منعم والله رقيب وحسيب، ما تتحدث معهم الصينيين والولايات المتخذة شرق وغرب. أنا ربي يعرف كيفاش يعاقب، كيفاش يسحب الكرامة، يضيق على من سخف به ولم يطع ولو في حاجة بسيطة من أوامره. وبرا عاد تشوف تونس عاد هذيك ربما بما أنها من الكرب، ما أنا أغلبها من الكرب، هذوكم عاد تجم تقول حازت كل أنواع العقوبات في الضربات، في فشل ما رهنت عليه البرغيبية وجماعة من عليه الساقطين، وبراعات الاقتصاد وفي المالية وفي التجارة وكل، يعني اليوم في العينيهم. ليش؟ لأنهم الكل ادعوا أنهم صالحين، هذا من النصارى قالوا صالحين ونساو، ولا اللي عم يروح مسلمين في العالم الإسلامي بين ظفرين، مشاو في بالهم شي تنطلي الحيل على ربي. تخدعونا احنا ما تقدروش، بيبقى هناك مش تخدعوا ربي، والله خادعكم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بربي يعني ليش توصلوا بروحك في ربي؟ فيه شك، تجم الكون هذا يكون موجود ونظام نظام كبير في معظم الأحيان، وتحبوا يجي واحد كما تو برشا ناس سقاط كي يقولوا مبروك البنوتة، أما ما يكشبر ويدور وجهه خد خبر ما يساعدوش زي نكر. وهذا يقول أحسن ما تعطي الطبيعة، هالمولودة الجديدة الطبيعة، كلكم يا كلاب من تكذبوا على الله وما شيء. الطبيعة بذاتها هي من عطاء الله، تحب ولا تكره الطبيعة عمية صماء في عدة أمور. تجم الطبيعة بعض أشجار ما أنا تسيبك سموم، فكل مكان هذاك يورم منه نوع من السبع كما تقول النمور ولا الذئاب ولا هي. الطبيعة تضر وتنفع بأمر خالقها،
وليس للطبيعة أن تهديك أي هدية إلا بإذن ربي، ويجزينا متلوعين مع المفاهيم الصحيحة والمفاهيم الخاطئة. والسلام على أهل الإسلام بالتمام والكمال.